malinkuwa maska hadidu nido malasan mowchada hida kala mirtay e macnaysay markii qarsoola wamsbahi kahisu manka ummahine mugdigi kamayday wamsbahi kahisu manka ummahine mugdigi kamayday بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانه خير من سأل وأفضل من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأوفو في من العهد، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقعي هو فاطمة علي فارح، مادة التربية للصف الرابع الثانوي سكنتريقة. الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وألوهيته. إن إله لو شريك يلو رب نمديسة يا إله نمديسة. والغالب الإشراك في الألوهية يأنت بضن بأن يدعو مع الله غيره. إن إلهي وعدك لو بريو وكبريو أو يصرف له أنباو وليحيو. من أنواع العباد كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة، سيدا قورعة نذيركا عبسيدا إيا فضلي قبا. الشرك أعظم الذنوب، شرك قوى دنبقة وقوين ذنوبتا، وذلك للأمور لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق، وحلوة كيسين يا مخلوق إلهي في خصائص الألوهية وحيابها إلهي أقاركا. فمن أشرك مع الله أحدا عدي إلهي أشركي شفقة شبه به، هذا أعظم ظلم. إن الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منهم. إلهي وحوري أنه لا يغفر ومدن بدافع لمن لم يتب دي إله أن ودم أن وسوتوبت علين. قال تعالى إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن إلهي أن ودم بدافع عدي إلهي وشرك يشاء ويغفر ما دون ذلك وأن ورافيا ما دون ذلك وحدم شرك كهوسيا ذلك لمن يشاء عدا وضونه. إن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك. إلهي وحاولي أنه جنده وكحر أنتمي مشركة، وأنه خالد مخلد في نار جهنم، وأنه كواري ونكواري دونه في نار جهنم نارته. قال تعالى أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك بالله عد إلهي وشرك يشاء فقد حرم عليه وكحر أنتمي جنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ظالمين تعد أهي لساء باو دفاع ذان آني تشرين. إن الشرك يحبط جميع الأعمال، شركه أبورياه دمان عمل لذا. قال تعالى ولو أشركوا لحبط ولو أشركوا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دمان عمل لذا إن إلهي وكبرين دونه. إن المشرك حلل الدم والمال، إن المشرك حلل الدم والمال. مشركو حو إلهي نجو حلالي ليجي سيه مالكي سبا. قال تعالى فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ونفر استمال كستيشوغان إن لديلو أن الله فر استمال كستيشوغان. إن الشرك أكبر الكبائر، شرك هو تنبيه وقوة. وإن قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ما يدين شيئا أكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. ها نبي الله قال الإشراك بالله إن إله لو شريك له وعقوق الوالدين يا والد عاصقة. هذا بحانو يمنى أنواع الشرك، أنواع الشرك، أنواع الشرك لبن نوعيان. نوع كوباد الشرك أكبر يخرج من الملة، شرك قوين وحكا ساريا دينتا أنبا ملة ذا.
ويخلد صاحبه في نار إذا مات ولم يتب منه وحانو كواريا سأين مشرك نارتا إذا مات دوصدا قرنطا ولم يتب آنو إلهي آنو توب العلم ماني سيا طلاب أنواع الشرك أنواع الشرك النوع الأول الشرك الأكبر الشرك الأكبر الشرك الأكبر يخرج من الملة يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه سيدان نري هارون نري شرك كوين كوين وحوكا سارة يا دين توحان وانو نار تاو هيانت كوارسة حدان إلهي آنا ذو توبع علم وهو صرف وانا لحشو من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والتقرب بالذبح والنذر لغير الله القبور والجن والشياطين والخوف من الموت إن لقى عبسده موتده أو الجنة أو الجن أو الشياطين أن يضروه أو يمرضوه إن تشينك يا شياطين تبقتد إن أيني كدبان أم بايك حنونكو كينان قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ويعبدون وحيعبدون من دون الله إله سكدي ما لا يضرهم وحان ضرين أنباء دبن ولا ينفعهم أمنا أنفعيان ويقولون هؤلاء شفعاؤهم عند الله وحان إليهن كوا سوى شفعاؤنا عند الله النوع الثاني الشرك الأصغر شركة الأصغر النوع الثاني تكلمنا عن أنواع الشرك أنواع الشرك نوعان النوع الأول الشرك الأكبر والنوع الثاني الشرك الأصغر الشرك الأصغر لا يخرج من الملة كما صار يا دينته لكنه ينقص التوحيد توحيد كوكايرانيا وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر وأنا وسيلة كوكوها جيسا كوكينيسا إنت أتلوذيت شركة وين ومن أمثلة حلف بغير الله إن إلهي غير كي لغو دارته إذا لم يعظم المحلوف هدانو عظمين أنباء وينين كتعظيم الله إن إلهي لبربر ديغا أنباء لليكيسيو وحكو قري ذي ساتاسي شركة وين مارك وحن صو أرجني أرضي تعريف الشرك وحن صو أرجني أوكله أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة جورع يا نذر كأي خوف والرجاء والمحبة عبصدة أي فضلها أنواع الشرك نوع صو أرجني الشرك الأكبر إن دين تايكا صارس إياه الشرك الأصغر إيه شرك غير إمكو حنو إيمان أن عشر كعصوب الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر فرق قود حياة الشرك وين يشرك غير فرق قود حياة الشرك وين يشرك غير وحوية الشرك الأكبر يخرج من الملة وعكاسة ريادينتا شرك وين الشرك والشرك الأصغر لا يخرج من الملة كما صاري الشرك الأكبر وين كلا صارنا أرضي فرق قود حياة الشرك وين يشرك ير الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار وحوجي يا شرك وين صاح
مشركة نارتا ويخلد فيها وان كوارع شرك الأصغر شرك غير لا يخلد صاحبه فيها قفك لا يخلد صاحبه مجليه نارتا من كوارع وقليه لكن نارتا لكن كموارع الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال وحو بريا شرك قوين دمان عمل لذا والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال مبوريه شرك غير عماش ورن مبوريه وإنما وحو هجيا سد وحكو هجيا إن قشيت شرك جوين شرك غيري ساسيو كلوين وين أدو كلا صارتان هذا وحن قالينا سؤالي واحد كجسو جوابي سان إن شاء الله جورجة أجب عن الأسئلة التالية عرف الشرك لغة واصطلاحا عرف الشرك قيح شرك لغة ديسة واصطلاحا تعريف كسبة أذكر سؤال شلابات أذكر دليل في تحريم الشرك دليل كان قرآن أم حديثة تحريم الشرك سؤال الصدحات أذكر أنواع الشرك نوعية الشرك الصوتري إمسا النوع ما الفرق سؤالك أفراد ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر فرق جشاق وده حياة شركة جوين يا شركة غير سؤال شناد أذكر أمثلة للشرك الأكبر كان تصاليال شركة جوين يا شركة غير بقى ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة جواب قالي إجابة صحيحة جواب صحيحة الشرك الأكبر لا يخرج من الملة ألف باء يخرج من الملة جيم الإجابتين ألف أو باء صحيحتين شرك جوين ألف وعكوري لا يخرج من الملة كما ساريو دينتا باء يخرج من الملة ووكا ساريا جيم الإجابتين ألف وباء إجابة ألف وباء لبضوا كوركت وصحيحتين سؤال شلبات الشرك الأصغر ألف خرج من الملة وحكا ساريا ملدة لا يخرج من الملة كما ساريا دينتا يخلد صاحبه إلى النار وحو كوغين وحو كوغو وارنيا نارتا سؤال الصدحات الشرك الأكبر ألف يبيح الدم والمال باء لا يبيح الدم والمال جيم يبيح الدم فقط ألف حوري يبيح الدم والمال حكوم بنين يديق يو مال كبا باء لا يبيح الدم والمال ما بنين يو ديق يو مال كبا جيم يبيح الدم فقط وحكوم بنين يديق أو خلياته خمسة الشرك الأصغر شرك غير ألف لا يحبط جميع الأعمال مبوريو دمان عمل لبا باء يحبط جميع الأعمال وحو بوريا دمان عمل لبا جيم يبيح الدم كسو جواب سؤالا أرديسا نقرني أنو فهني موضوع الشرك كهليني في عبادة الله إلهي لو شريك يالو تعريف كيسي وانو فهني تعريف كيسة وسانو أخرنا أنو شاقني عرف الشرك عرف الشرك جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وألوهيته إن إلهي لا شريك يلا رب نمديسي إله نمديسي سانو فهني أنواع عبادة وانو شاقني كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة سيدا قورعا نذيركا عبسيدا إيو فضلي قبا وحان كلاسو قرني أمور تأه إن إلهي تشبيه لسميه مخلوقي ولهي أبوري إن لغو شبهيه خالقة في خصائص الألوهية وحا إلهي أقاركا وحان قوله تعالى ويري إن الشرك لظلم عظيم شرك هو ظلم آذوين هل كهل دليل بان كسوارقني دليل لبات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن إلهي
aanu u dambi dhaafin mushrika ee ilaahay u shariik yeela wayaqfir unu u dambi dhaafo maaduuna daalika wixii dambi shirkiga ka hooseeya liman yashaa ciduu doono inuu ilaahay u dambi dhaafayo iyo waxaan soo sheegnay annahu xarama aljanna xarama min almushrik aljanna وأنه خالد مخلد في النار إن إلهي وحوصاشك إن إلهي كحارنتمي مشركة جندا أنا أورين دونين وأنه خالد مخلد في نار جهنم وأنه كوارة نار جهنم دور آيات بنصارقني قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وللظالمين من أنصار وإلهينا أونو حلالي دم ديك مشركة سو قوله تعالى ويري فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم إن للادة قالمو مشركين تمال كستي تشوغان للادة قالمو وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إن لو فريس تمال كستي تشوغان بس أنواع الشرك نوانصارنا أرضي دليل عرف الشرك إمك سؤاله عرف الشرك وانصو عرقني لغة ومصطلحة واتكالة سارسة سؤال شلبات اذكر دليل في تحريم الشرك دليل كان هل دليل ام بلبات دليل كان ان تحريم انو الهي حارتمي الشركيقة اذكر انواع الشرك واحد شاكتا نوعية ذا شركيقة ومسا نوع صدح بها ملبا ما الفرق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر واحد شاكتا فرقيقة او دحي شركيقة وين هي شركيقة ير سؤال شناد وحوي أذكر أمثلة للشرك الأكبر وعد كنيسة تصاليال شركة وين يا شركة يربا لبضة من تصال من هل تصال بتك كنيسة إن شاء الله وتعالى فروق ذي نوان دي الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر عشر كوبين تصبوها أرضي إن شاء الله وتعالى واتفهمتين والآن يا الطلاب انتهينا من درسنا وحنا عشر كينا وحسن ننتقل إلى الدرس الثاني إن شاء الله يوم جديد وأرجو لقاءكم وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومالك 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 مالك وا مسك حديد دوني ذو ملاسا موجه ذهيدا مسك حديد دوني ذو ملاسا موجه ذهيدا كلام يرتي معني سي ماركي قرصولا كلام يرتي معني سي ماركي قرصولا ومسبحي كاهيسو مانكا ام عيني مجدقي كميري ومسبحي كاهيسو مانكا ام عيني مجدقي كميري